فكما قلت لكم في الاول، انه في الاول كان واحد صعوبات شويه مع الفريق ديالي، فريق في التيار الهولنديه، لان كان عندي ان كونترا تما. الحمد لله بالاصرار تاع الرئيس سعيد الناصري، وحاولنا انه كما كنقولوا نفسخوا العقد، لان كان عندي عقد تاع سنه. من بعد دازت في دور في اجواء جيده الحمد لله، توفروا لي جميع الظروف، وحتى كما تنقولوا، لان دابا هذا الوقت هذه حتى كاين كل شيء اونلاين، كاين كل شيء في الانترنت، فتنشوف حتى لي رياكسيون تاع الجمهور الودادي والترحيب، تعطيني واحد الثقه وواحد الانرجي كبيره. الظروف دازت في جو ظروف محمسه كما تنقول، محمسه، والحمد لله انا شرف ليا كبير الحمد لله، وفرحان كبير انه جيت للدار الكبيره، وتنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجماهير الوداديه ان شاء الله. بيان سور، كما قلت انا كشخص انه عزيز عليا التحدي هذا، الطريقه باش تبعت كما تنقول لا كارير ديال كومونترينور، مشيت في الطريق الصعب والحمد لله توفقت فيها، جيت الفرق الودادي لهذا السبب، لانه كما تنقول الجمهور الودادي طموح والفريق الودادي طموح، وهذا الشيء برهنوا في الماضي، ما توفقوا السنه اللي فات كما تنقولوا في حصل الالقاب، كما تنقولوا عندهم لا ميم كما تنقولوا فيزيون كيف تنفكر انايا. فحتى انا انسان طموح، بغيت ان شاء الله مع فريق الوداد نحاول كما تنقولوا نديروا نحققوا القاب ان شاء الله، وندير واحد المسيره اللي ناجحه. انا واعي بالمسؤوليه، واعي بالضغط، ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن جميع ان شاء الله. رساله توجه للجمهور، تنوعد الجمهور الودادي، تنوعد الجمهور الودادي بالثقه اللي فيهم، لان هادشي حسيتو ولاحظتو الثقه اللي فيهم داير فيها انهم غادي ننجح، غادي نعمل ما امكن في القدرات ديالي. تنقول هذيك الكلمه بجهد الله وبرضاء الوالدين، انه نفرح الجمهور الودادي، نكون عندي حسن الظن ان شاء الله. شكرا.